أين أنت أيها السلطان العادل محمود نور الدين زنك الشهيد الذي كان يرى دائما باكيا؟ فقيل له: لما تبكي دائما؟ لما لا تضحك؟ اسمعوا إلى هذا الولي السلطان العادل محمود نور الدين زنك الشهيد. قال: إنني لا أستحي من الله أن أضحك وبيت المقدس في الأسر. أين أنت يا صلاح الدين؟ أين أنت يا عبد الحميد؟ يا من قلت لهم وواجهتهم مع كل المتآمرين عليك، مع كل المتآمرين على فلسطين، قلت لهم: لن أتنازل، لن أتنازل لكم عن ذرة من تربة فلسطين لو مزق لحمي إلى قطع. هذا السلطان عبد الحميد، قالوا: نتنازل لك عن الديون، نعفي الدولة من الديون وتبقى السلطان. قال: فلسطين ليست لي، فلسطين للمسلمين، ماذا أقول لربي يوم القيامة؟ قلب عليهم الطاولة،